الجويني جي حاضر معنا في استوديو اليوم. حاضر معنا منال الجويني قسنطيني. صباح الخير منال. صباح النور فروحة. صباح النور نسمعوا فينا الكل, الناس الكل اللي يسمعوا فينا, مرحبا بكم. واليوم حاجة بنينة برشا. أي حاجة بنينة أنا نأكد لكم, وسيختو اللي أهم من هذا خرجنا من الحلو. نعطيو شوية سالي يزي برشا حلو برشا برشا تخمة من السكريات. خلي نبداو في الحاجة البنينة المالحة اللي تشبع, مش لي ديسير. احنا من المره اللي فاتت وعدناهم اللي الجمعه هذيا باش نشدوا ريقله وباش نعملوا حاجات صحيه. مهم برشا, مش شدنا برشا وقت. انا وعدتهم مره اللي فاتت مش شدهم برشا وقت الحكايه. دونك سي اون كولابوراسيون بين تنويشه وبين راديو اي اف ام. كل مره نقدموا لكم دي روسيت, لكن قبل اذا لي فما تشانشينه صغيره باش نعاديوها في الديريكت. فما حاجات مناله تجي في اوقات معينه, يجي في الصباح, يجي في العشيه, في القايله وفي الليل. يجي في الصباح وفي القايله والعشيه في الليل. زعما شنو هي الحكايه منال؟ هاي نتعداو الغوسيت نتاعنا. نتعداو الغوسيت نتاعنا منال, وانت نعرفوا ان شاء الله شنو هي هالحكايه. دونك للعباد اللي تبع فينا وقيت باش نحكيو على غوسيت اليوم. غوسيت اليوم منال شنو اللي حضرت لنا؟ اليوم حبينا نبعدوا شويه على الغوسيت التقليديه نتاع سكري ولا سالي, اما اليوم قلت خلينا نعملوا حاجه براتيك. سورتو في الصيف معناتها ما نستعملوش برشا, ما نحبوش نقعدوا برشا في الكوجينه, ما نحبوش كريحه الزيوت كسخانه والكل. دونك اليوم قلت علاش ما نقترحش حاجه عليكم اللي باش تسهل لكم الكوجينه وتخلي حاجه ما تقعدش برشا في الكوجينه. اللي هي اليوم اخترت اربع وصفات كيفاش نفوحوا الدجاج نتاعنا ومن بعد نحطوا في الفريجيدير ولا الكونجيلاتور. وقت اللي يبدا حاجتنا نجبدوا البلون دو بولي ولا لي كويس دو بولي ولا اللحم اللي فوحناه, وجست نشويوه ولا نقليوه ولا في ساعه نحطوه في الفور, ما يشدش برشا وقت. دونك حبيت نبعد اليوم, خليت بلون دو بولي اللي هو صدر الدجاج الاسكالوب دو بولي, وحبيت نعمله اربع فحات. باش نبداو نشوفوا لا فيديو. دونك وهكاك نتعرفوا على لي زانغريديون, بما انه خاصه في الصيف منال براتيكمون العباد اللي عندهم جنينه وكل يبدا الباربيكيو يشعل واللي يجي يتحط مرقاز الدجاج اللحم. دونك الحاجه الباهيه انه دجاجنا باش يبدا ديجا مفوح حاضر في الكونجيلاتور, il peut se être conservé, معناتها نجم نخبيوه باللفاح نتاعو والا في وقتها نحضروا له لفاح. خاصه انه لفاح باش نكونوا واضحين فما اون كومبينيزون تجي مع بعضها, فما اون كومبينيزون ما تجيش مع بعضها. اكزاكتومون. احنا استانسنا ديما لفاحات ينفوحوا بالكليل والزعتر, ينفوحوا جوست ملح فلفل اكحل وشويه تيبل, وكان حوت نعملوا له شويه كمون. دونك اليوم حبيت ننوع شويه معناتها باش حتى واحد ما يفدش معناتها بنفس لفاحات بنفس لي زانغريديون بنفس لو جو سورتو فوالا اي نفس لي سافور. دونك حبيت نبدل شويه في اللفاحات, سورتو كل شيء موجود في تونس معناها. دونك علاش لا نجربوا حاجات جديده وبنينه سورتو. نبداو نشوفوا الفيديو للناس اللي تابعوا فينا على الراديو يا فام على الباج فيسبوك. وهكاكا نبداو نحكيوا على افاحاتنا. دونك الباز نتاع الغوسيت نتاعنا هي دي بلون دو بولي. اي انا اليوم اخترت بلون دو بولي, انتم تنجموا تختاروا دي كويس, تنجموا تختاروا لي بيلون دو بولي, وتنجموا زاده تختاروا الجوانح نتاع الدجاج. راهو لازال نتاع الدجاج ياسر بنين, يتفوحوا ياسر ياسر بنين, وفيهم كت قرميشه واللحم نتاعهم طوندغ ماهوش كلي شايح. دونك هذو ما انا عطيتهم جوست افكار, انتم تنجموا تحطوا اللي تحبوا عليه في اي بارتي نتاع الدجاج معناتها تنجموا تفوحوها بها. نبداو بالمارينات الاولانيه لفاح الاولاني. الاولانيه انا اخترت باش نعملها كوري, ثانيه اخترت باش نعملها شاورما فاسون شاورما, ثالثه اخترت باش نعملها موتارد ميال, والرابعه شنو هو هي ازياتيك. ازياتيك نعرفوا برشا يحبوا الازياتيك وما يعرفوش حتى كيفاش يفوحوا كيفاش يبدلوا لوغو شويه. دونك باش نعطيكم لي زاستوز كيفاش تفوحوه وتحطوه في الكونجيلاتور تجبدوه وقت اللي تحبوا. انا الحقيقه هذيا نستعمل فيها الطريقه هذيا ومساعدتني برشا افيك دو زونفون. تك تحط وكاو من غير ما تكسر راسك برشا. اعطينا توا لي زانغريديون. لا نبداو بالكوري. الكوري شنو باش ناخذو؟ تلقاو ديما الكوري موجود في لي غروند سيرفاس والا كي اللي يبيعوا لفاحات وكل شيء, جوست عطي قول له يعطيك كوري تلقاه حاضر معناه. ماهوش كركم راهو الكوري, ماهوش كركم. لا هو ميلونج نتاع برشا حاجات, منهم الكركم, منهم الكمون, منهم الثوم المرحي
فيه برشا حاجات. دونك الكوري تاخذوا منه زوز مغارف. انا خديت دو بلون دو بولي. دونك على دو بلون دو بولي باش ناخذوا زوز مغارف كوري صغار ومعاهم زوز مغارف بيسكو ليت كوكو ما عنيش مش موجود متوفر ياسر في بلادنا. دونك شنو نعملوا؟ ناخذوا اكل نوات كوكو المرحيه اللي نعملوا بهم الكعابر نتاع النوات كوكو. دونك هذيك ناخذوا منها زوز مغارف صغار زيدا. ونعرفوا اللي الثوم يفوح بالكدا. دونك نهرسوا زوز سنين ثوم ونحطوهم معاهم مغرفتين عسل صغار. مغرفتين عسل. العسل والكوري يعطيو حاجه ياسر بنينه معناتها. تقول اللي هو كيفيه عسل في وسط الملح، اما هو بنين برشا سكري سالي. وي اكزاكتومون. ومغرفتين زيت زيتونه كبار. معاهم شطر قارصه، جو نتاع شطر قارصه، والدو بلون دو بولي نتاعنا. وما تنساوش لاستوس نتاعي اللي انا باش ما نكثرش الماعون وما نكثرش برشا حاجات، جوست ناخذ اكل لي ساشي زيب هذوك اللي يتسكروا من فوق. نحط لي زانغريديون نتاعي الكل، لي زيبيس اللي باش نحطهم، بعد نحط لي بلون دو بولي كيما تشوفوا توا في الفيديو. ومن بعد جوست نحركهم بالكدا باش يدخل الخليط هذاك في بعضه. وكهو الماريناد نتاعي وفات، باش نحطها في الكونجيلاتور. هذه الماريناد الاولى اباز دو كوري، دونك الثانيه قلنا اباز دو كيما الشاورما. كيما الشاورما الماريناد نتاعنا كيما الشاورما. انا اليوم اخترت باش نعملهم كبار، انتم تنجموا تقصوهم تريفات صغار باش من بعد معناتها يتيبوا فيسا. اما زاده هذه ياسر بنينه. الشاورما شنو باش نعملوا؟ باش ناخذوا بصل مقصوص جويد على الاخر، باش ناخذوا ثوم مهرس، باش ناخذوا شويه فلفل اكحل، شويه ملح، شويه هيل، باش ناخذوا عود قرنفل. هذه الشاورما يحطوا فيها برشا راهو دي زيبيس. دونك نحطوا فيها مغرفه صغيره تيبل، معاها كالعاده شطر قارصه معصوره، كمون، زوز مغارف ياغورت طبيعي، والا البن، والا كريم ليكيد، المهم حليب، حاجه معناتها ان برودوي ليتي خاطر فيه الخمائر الحيه ويخلي هك التراوه في اللحم. وبنين برشا بالحق معناتها سورتو البلون دو بولي اللي ما ياكلوش، فما برشا ما ياكلوش البلون دو بولي. دونك كي تحط وانت تحط معاهم مغرفتين ياغورت طبيعي ولا ان برودوي ليتي يولي توندغ اللحم، عاد شكل شايح ويغصص. على خاطر البلون بولي سيغتيمون العباد ما ياخذوش، خاطر يقول لك يغصص ديما شيره الفخاذ، اللحمه تبدا جوتوز اكثر من. دونك كي تحط الياغورت ناتشوريل تخليه زاده هو جوتو. جوستومون. ومعاهم زيت زيتونه، ومعاهم شويه قرفه، شويه بركه قرفه معناتها مقدار هكا اون بانسي جوست هكا باش تفوح باش تعطي الفحات نتاعها. وكالعاده زدر الدجاج في وسط الكاساشي هذاك الزيب، نعملوهم نخلطوهم مع بعضهم. وهذا الماريناد الثانيه حضرت. نتعداو الماريناد الثالثه. الماريناد الثالثه اللي هي ازياتيك، فاسون ازياتيك. كالعاده بصل مقصوص جويد، جلجلين، زنجبيل اللي هو الجنجمبر، نعملوه بالغاب نتاع الفرماج. دونك نخليوها لين يولي هكا مرحي كيما كيما زيست دو سيترون زيد. ومعاهم زيست دو سيترون اكزاكتومون. خاطر زيد يعاون باش يعطيك القروسيه البنينه معناها. ومعاهم فلفل اكحل، وما نحطوش ملح هوني خاطر باش نحطوا السوسوجا. دونك موجوده السوسوجا تلقاها في لي غون سيرفاس. ومعاهم زيد العسل باش يعطيك الاكيليبر خاطر السوسوجا مالحه شويه. دونك تزيد العسل يعطيك الاكيليبر اللي ما تحسش برشا ملوحيه، وما تحسش ما تفيقش بيه ما تعمل عسل خاطر باش مجعول باش يعطي الاكيليبر نتاع السوسوجا اللي زدناها. ومعاهم زدر الدجاج، زوز زدر الدجاج كالعاده، نحطهم في الساشي نعملوهم بالكدا نخلطوهم مع بعضهم. وهذه الثالثه الماريناد الثالثه حضرت. نتعداو للرابعه. الرابعه اللي هي الموتارد زاده. باش تلاحظوا لي انا استعملت برشا العسل راهو في الماريناد الكل. دونك هوني عندنا موتارد ميال زاده، الموتارد تمشي برشا مع الميال مع العسل. دونك هنا خذينا كالعاده بصل مقصوص جويد على الاخر معاه الموتارد. فما النوعين نتاع موتارد، نجم تاخذ الموتارد اللي بالكعبات نتاعو هذاك موجود الانسيان، اي الانسيان، والا المرحي العادي هذاك تنجم تعمل به اللي موجود. به ومعاهم الثوم المهرس. كان فماش ثوم تنجموا، كان عندكم الثوم البودر هذاك المرحي. معاهم زيت زيتونه، ومعاهم العسل. لازم تكون الكونتيتي نتاع العسل اكثر من الكونتيتي نتاع الموتارد. مثلا كان استعملته مغرفه صغيره نتاع موتارد لازم معاها زوز مغارف صغار نتاع عسل. دونك العسل الدوبل نتاع الموتارد. فوالا. ومن بعد معاهم الفلفل الاكحل،
ومعهم بلون دو بولي. ولا انا هوني ننصحهم يستعملوا جوانح نتاع البولي خاطر يبداو مشخشخين وبنين برشا سورتو من بعد كي تيبو كي مش تحطهم في الفور ولا معناتها باش تحطهم باربيكيو وكل يعطيوك الليفي هكا دوغي من التكستور هكا اللي محليها هكا اللي تشهي تكس ماكس فوالا على تكس ماكس يعطيك الصحه منال. دونك براتيكمون اليوم عطينا 4 مارينات دو بولي خاطر باش نبعدوا شويه من ستاندار نتاع ملح وفي الكحل وزيت وتابل. دونك هكاكا اون فاري لي سافور وحتى كي ناكلوا كل يوم دجاج ما نقلقوش على خاطر المطعم غير. فوالا فما وحده اخرى زيد انا ما حطيتهاش وما نجمو بوسكو توا الموسم تاع الحبق والبازيليك وكل دونك نجمو نعملو بيستو. دونك البيستو مش لازم نحطو فيها البندق مش لازم نحطو فيها نسميوها يا خويا صوص بازيليك. دونك صوص بازيليك نحطو الحبق نحطو معاه ثوم نحطو زيت زيتونه نخلطوهم بالكدا ومن بعد نعملو بهم المارينات نتاعنا بنينه بنينه برشا زيد ما ننساوش القارص القارص خاطر زيد ديما يتري لا فياند هي سواء كان فياند بيضه والا حمراء. دونك ديما القارص انغريديان اسونسييل. يعطيك الصحه انا جبت لي فكره زيد كان علاش لي نهار اخر تعمل لنا لي صوص نتاع سلايت مثلا لا باز نتاع سلاطه لي تو وطماطم والخضر نتاع الموسم وتعطينا لي فينيغريت ديفيرون تيب دو فينيغريت على خاطر زيد قعدنا باقي في ستاندار. اي ان شاء الله الجمعه الجايه نعملوها مهم برشا الجمعه الجايه نحشيو لي سلاد نوعوا شويه في لي سلاد وزيد نوعوا شويه في لي فينيغريت لي صوص اللي نعملوا بهم سلاد باش ما نفدوش. اه وي يعطيك الصحه منال جويني قسنتيني. دونك هذه كانت تنويشتنا بالنسبه لليوم. تنجموا تتفرجوا في لي فيديو نتاعنا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام. نتلاقاو نهار الخميس الجاي منال. اي ان شاء الله ان شاء الله. دونك نمشيو فاصل صغير ومن بعد راجعين.